أولا أريد أن أشكرك للموافقة على هذه المقابلة، ولذلك استعددت بعض الأسئلة تتعلق بكلية المسجد النبوي. فالسؤال الأول، هل يوجد الفرق بين كلية المسجد النبوي وجامعات السعودية عموما في جودة التعليم؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما المناهج ونوعيتها فتكاد تكون واحدة. المقررات في الجامعات السعودية في كلية الشريعة في كليات الدعوة وأصول الدين وكليات اللغة العربية تكاد تكون متفقة مع مقررات كلية المسجد النبوي، إلا في بعض المقررات التي ترى كلية المسجد النبوي والمجلس العلمي لها أنها تصلح لفئة الطلاب من طلاب الكلية أكثر من بقية المقررات، إلا أن جودة التعليم واحدة لا تختلف، بل إذا ربما في بعض المقررات تكون جودة التعليم في كلية المسجد النبوي أعلى بحكم أن الطلاب ليس لأحدهم غرض الشهادة إنما يريد العلم، ما شاء فتجد الله. أن المقررات قوية. إذا الشخص الذي تخرج في كلية المسجد النبوي يحق له الالتحاق بالبرنامج ماجستير نعم في الجامعات. نعم يلتحق ببرامج الماجستير، وقد تخرج عدد من الطلاب من كلية المسجد النبوي والتحقوا ببرامج الماجستير في مختلف التخصصات ما شاء داخل الله. المملكة وخارجها. طيب، والسؤال الثاني، قال فضيلة الشيخ محمد ابن أحمد الحضيري، وهو كان عميد شؤون الطلاب في الكلية، في الفيلم التعريفي، نوفر لهم، يعني للطلاب، المناهج المناسبة، نوفر لهم الراحة، ونوفر لهم حتى الأمور المادية، فكيف يحصل توفير الطلاب بالأمور المادية؟ الكلية تعقد اتفاقيات مع الجهات المعنية برعاية طلبة العلم كجمعية رعاية طلبة العلم، وبعض الأوقاف التي تخص طلبة العلم بريعها، فيسكنون فالسكن شبه مضمون لطلاب كلية المسجد النبوي. نرفع أسماء الطلاب الكلية إلى هذه الأوقاف أو الجمعية وتستقبلهم في السكن بلا مقابل أو بمقابل بسيط جدا، يعني يسمى مقابلا رمزيا ليكون ريعا للوقف الذي يسكنه الطالب، ويوفر الوقف في الغالب الطعام والشراب لطلاب الكلية، 3 وجبات في اليوم أو يوفر وجبتين، ووجبة الإفطار توفرها كلية المسجد النبوي داخل أروقة الحرم في فسحة تكون بين المحاضرات. توفر الكلية الدخل للطلاب على شكل مكافآت ليست منتظمة وليست رسمية، لكنها تسعى دائما إلى أن توفر للطالب مكافأة قدر 500 ريال شهري. شهريا. نعم. في نهاية الفصل الدراسي أو الأصل طوال. أنها تكون شهرية بشكل شهري، لكن قد تتأخر أحيانا، وإذا صرفت وُدع المبلغ في حساب الكلية يصرف مباشرة، وللطلاب مكافآت أخرى فوق المكافآت المنتظمة تكون للمتميزين مثلا أو لمن حصل على جائزة في مسابقة ونحو هذا، أيوة. فيعطى جائزة بقدر ما حصله بقدر ما حصل عليه. وآخر السؤال، إنه ليس بسؤال، بل كما سمعت أنك معلم في كلية المسجد النبوي، ولذلك أردت أن أسألك أو أطلب منك النصيحة للطلاب حتى ينجحوا في دراسة كلية المسجد النبوي. ما هي؟ النصيحة العامة هي قصد رضا الله جل وعلا، طلب رضا الله سبحانه وتعالى بالإخلاص في طلب العلم، وعدم طلب الدنيا بالعلم الشرعي، وأن لا يكون غرض الإنسان أن يعلو على الناس، وأن يكون غرضه رفع الجهل عن نفسه أولا، ثم رفع الجهل عن أهله ومن حوله، كما قال الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين. ثم يبدأ الإنسان بالتوسع في الدعوة إلى الله جل وعلا بعد أن يرفع الجهل عن نفسه. ثانيا، فيما يخص الكلية تحديدا، أنصح الطلبة بأن يجعلوا الحرم جامعة، وهو كذلك، بالدراسة النظامية في الصباح داخل الكلية، وبحضور دروس أهل العلم داخل الحرم من دروس العقيدة والحديث والتفسير والفقه وكل فنون الشريعة بلا استثناء، دروسها في الحرم موجودة متوفرة. يقصد الطالب إذا انضم إلى كلية المسجد النبوي أيضا الانضمام
إلى حلقات المسجد النبوي، حلقات القرآن الكريم وحلقات المتون المكثفة، ما في ذلك من تأصيل علمي عالي يجعل الطالب على بينة في دراسته، ويعني لا يملأ وقت الطالب إلا بالخير. طيب طيب، جزاكم الله خيرا. وهذه هي الأسئلة. حياك الله يا شيخ مهدي ووفقكم الله، بس الله جل وعلا أن يبلغنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين.